سبحان الله. اليوم طلع وياي خاطرتي اليومية كلمة المال عديل الروح، كلها اسمع الناس خاصة الرجال، مال عديل الروح، المال عديل الروح. سبحان الله، فعلا هو يعني كان الوالد سيد الساشم السيد احمد رفاعي وزير مشيخ الطريقة رفاعي الصوفية يقول اخراج المال ابناء بدرسه من المنصورية صعب، يعني الواحد على ما يفك البوك او يطالع جيبه ومرات ما يركز يطلع اكثر، يعني هو المال يعني على قولتهم يبي ايمان. هو الوالد كان بدرسه يقول سيدنا ابو بكر الخطاب امير المؤمنين عطى كل ماله حق سيدنا شفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يعني قال ابقيت لهم الله ورسوله. وحتى بهم درسه وغير المشايخ يقولون كان واحد من الصحابه رابط صخرتين على بطنه، فبعدين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كشف نبينا ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا رابط صخرتان. فهو المال كانت يدي ام حسين تقول يا خالد لا تكنس، تقول اللي اجدادكم القبليين ما كنزوها. وسبحان الله هم يعني اللي سمعناه بالدروس يقول لك انه هو الحيوان هو الوحيد اللي تكرمون يعني ما يحس بالمال الانسان. الله بالقران يقول ولقد كرمنا بني ادم، اللي ماتوا يعني يتمنون يرجعون، كانوا مشايخ العلماء يقولون استغفرون تصدقون. احنا كان الوالد يشد على التجار هنا بدولة الكويت، اقول له ليش؟ يقول لي يا ابني احسن، يقول خليه يخرجوها. يعني على اتذكر بديوانه بالمنصورية كذا واحد يلا يا ابني روح اسحب لنا اللي نفسك وتعال انت بنفسك لا تخاف، خلي امهم يفرون على اللي قاعدين الجنسيات المتعددة الاسيوية والافريقية كله. كان يقول يا ابنائي خلوا بناتي بجيبكم خردة، يقول بياكل سندويشه بيركب باص بيشتري له دواء بالصيدليه يعني مشتهي شيء، يقول مو يعني اللجان والخيريه وبيت الزكاه والنعم فيه، بس يقول يا ابني كذي سوي، يقول حرك ايدك وحرك ايدك خير البر عاجله. فهو سبحان الله يعني المال، والله بالقران يقول فان الله يخلفه ومن ذا الذي يقرض. الله كان يتذكر معدي ما شنو مدى السوالف المشايخ الازهريين وغيرهم السوريين يقولون يعني الله حط اسمه مع القرض. وشهر رمضان شهر يعني، فانتم لا تطقون بريك في دولة الكويت الحبيبة دار الصباح. السنة الناس كذا واحد السنة يقولون ربعنا طاقين بريك، لا تطقون بريك ولا سيد بريك، خليكم على سندكم وانفقوا والخير بقبال. يعني الكويت كان اتذكر احنا درسنا يقول لك مصب النفط، الله رازقها من بر وبحر، كان رزقها بالبحر وصار بالبر والبحر، والخيرات ان شاء الله تزيد. سبحان الله الشخصيات الكويتيه اللي انفقوا الله بارك لهم وبذرياتهم واحبابهم وزادت ما انقصت يا رب. والعبره كان الوالد يقول ليست بالبروج ولكن العبره بالعروج. اي ذكرتها صح، العروج يقول العروج الى الله والصلاه على سيدنا محمد وصحبه وسلم وذكره. فانتوا عرجوا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان المبارك 2024 2023.